واعتماد قواعد واطر واساليب عمل مناسبه ما يتطلب من حزب سوريا المستقبل ومهامه في الظروف الراهنه. احنا بالطبقه باجتماع العام السنوي لحزب سوريا المستقبل حضرنا الاجتماع، وكان اجتماع غني بالمداخلات وبوضع الخطط من خلال المقترحات التي تقدم بها الرفقاء والرفيقات وإضاءة على الإنجازات التي تحققت في العام الماضي. نشر الوعي الديمقراطي وتبني هوية التعايش المشترك. اللي خلال العام 2018 يعني مرور عام على حزب سوريا المستقبل منجزات كانت لا كما نصب إليها، لكن مع كل الأمور هو بدأنا بتأسيس اللبنة الأساسية وهو فتح المكاتب وإيصال صوت حزب سوريا المستقبل إلى المجتمع الدولي، والآن نؤسس لأن يكون هناك لنا فرع في أوروبا وفي باقي الدول الأخرى التي نوجد فيها السوريين إن كانت في تركيا أو في غيرها. لا شك نحن لا يهمنا موضوع أن زيارات إلى دول الخارج، بقدر ما يهمنا هو استقطاب السوريين في هذه الدول، لأن السوريين الكل يعلم بأنهم أصبحوا في أصقاع الأرض إن كانت في الدول العربية أو الدول الأوروبية أو أمريكا أو غيرها. نعم سيكون هناك لقاءات بيننا وبينهم، ومن خلال الأفرع أو من خلال زيارة رئاسة الحزب أو الأمانة العامة إلى تلك الدول، وسيكون هذا الأمر، ولكن المهم هو اجتماعنا في المحافل الدولية وتأكيد وجهة نظرنا بخصوص الدستور السوري الذي سيتم دراسته في المرحلة القادمة. الدستور العصري الجديد يصون حقوق الشعب السوري بكل مكوناته وبقية شعوب المنطقة. فترة عام بعمر الأحزاب قد تكون فترة قصيرة لما توصل إليه حزب سوريا المستقبل في الحالات الطبيعية لبناء أي حزب سياسي، إنما لدواعي المرحلة والمهام والمسؤوليات الكبيرة في هذه المرحلة التي تقع على عاتق حزب سوريا المستقبل، كونه يحمل على عاتقه إيصال الشعب السوري إلى بر الأمان، وأنه الحزب الجامع والشامل لكل السوريين. فبناء على هذه المهام وهذه المسؤوليات قام حزب سوريا المستقبل بتشكيل الأرضية التنظيمية إلى مستوى جيد يرتقي به أن يكون صوت الجماهير السورية أو صوت شريحة من الشعب السوري لرسم ملامح سوريا المستقبل. قضية سياسية مشاركة ديمقراطية كرامة العيش والسعي الدؤوب لتحقيق ملامح سوريا المستقبل اللي بتلبي تطلعات الشعب السوري بخصوصيته. نتمنى لحزب سوريا المستقبل بكافة كوادره الموفقية، وكل عام وانتم بخير، وكل عام وسوريا بخير.